المحاضرة التي أشرت إلى أول صفات العامة الفطريات البازيلية واسم فاميلي. المواصفات العامة هنا عندنا مهمة جدا، اللي هي فانجياسكو مايكوتا، فايلم بازيدو مايكوتا، صفايلم بازيدو مايكوتينا. يجيك سؤال عدد الصفات العامة لشعبة الفطريات البازيلية، قلنا هي مهمة جدا. أولا الغزل الفطري هو مقسم جيد التكوين، كثير التفرع، الحواجز العرضية متعددة الثقوب، يحتوي على الاتصالات الكلابية كلام كونكشن. الكلام كونكشن وين توجد في الغزل الفطري الثاني والثالث؟ ناتج التكاثر الجنسي تكون أبواق بازيدية، من اسمها شعبة الفطريات البازيدية أبواق تكاثر جنسي بازيدي وسبور، كيسية مثلا أسكوسبور، الزيجية زيجوسبور وهكذا، البيضية أو سبور. فهنا الأبواغ البازيدية هي بازيدو سبور، هنا تتكون على ذنيبات خارج تركيب خارج البازيديو. الكيسية إذا ذكرون كانت الأبواغ داخل أكياس في داخل جسم الثبري، هنا على تركيب يسموه البازيديوم وتتكون على ذنيبات. المعيشة تكون رمية أو طفيلية، قلنا أو جبارية، طفيلية جبارية أو اختيارية، أو تعيش معيشة مايكورايزة. هنا هاي صفة دائما تذكروها، لأن غالبية الفطريات كل الشعب تكون تمتاز بها كل أنواع المعيشة. الغالبية العظمى تكون أجسام ثمرية، مثل هنا قلنا أسكوكارب، هنا بازيدوكارب، تحمل البازيدات والبازيدات تحمل أبواق البازيدية. تكاثر اللا جنسي عن طريق الكونيديات وغير شعب عن طريق الأوريديات أو التبرعم والتجزئة والأبواق اليوريدية والأبواق الإيشية كونيديات ثنائية الأنوية. لا تحتوي الفطريات على تراكيب جنسية متخصصة، ولكن تحصل عملية التكاثر الجنسي بطريقتين، يعني ماكو تراكيب متخصصة، وإنما عن طريق الاقتران الجسدي سوماتوغامي بين خيطين من سلالتين مختلفتين، مثلاً الغزل الفطري الابتدائي اللي يكون بعدين السكندري مايسيليوم، أو عن طريق السبيرماتيزيشن الاقتران البذيلي. هاي قلنا تعريفه مهمة، ويجيك أيضا هاي الصفات، هاي تتكون وحدات تكاثرية جنسية سبيرموشية تتحد مع الريسبتيف، هاي خيوط الاستقبال للسيرة تنتج تكاثر جنسي وتكوين الغزل فطري ثنائي الأنوية، يعني اللي هو سكندري بعدين مايسيليوم. فإذا هاي الصفات مهمة جدا تجيك معها، وتعريف السبيرماتيزيشن سوماتوغامي، وقلنا هاي المثالية بالفطريات. الغزل الفطري بالفطريات يكون بثلاثة أنواع. إذا يقول لك سؤال عدد أنواع الغزل الفطري في الفطريات البازيدية، قلنا برايمري مايسيليوم وسكندري مايسيليوم وتيرشري مايسيليوم. برايمري مايسيليوم ينشأ من الأبواغ البازيدية اللي هي ناتج تكاثر الجنسي بازيديو سبور، فتنبت الأبواغ وراح تكون خيط مقسم جيد التكوين، لكن كل خلية بها نواة واحدة يحاذية المجموعة الثانوية. بعدين سكندري مايسيليوم ينشأ من البرايمري مايسيليوم اتحاد، أما قلنا عن طريق السوماتوغامي أو السبيرماتيزيش راح يتحدن مع بعض ويكون السكندري. تكون خلايا طبعا بالاتحاد راح تكون مو كل وحدة نواة نواة، راح تصير نواتين، وحدة تكون سالبة وحدة موجبة مختلفتين جنسيا، لكن كل وحدة منهم أحادية مجموعة الكروموسوم. النوع الثالث الغزل الفطري الثالث تيرشيري مايسيليوم ينشأ من الغزل الفطري الثانوي خلايا ثنائي ومتخصص يكون الأجسام الثمرية. خاف يجيكم عدد أنواع الغزل الفطري بالفطريات البازيدية. طريقة الاتصالات الكلابية هنا هاي مهمة بالرسم وبالشرح. خاف يقول لك تكلم عن طريقة الاتصالات الكلابية زين في الفطريات البازيدية. مثل ما تشوفوا الاتصالات الكلابية وين تحصل؟ بالخيوط الفطرية الثانية. احنا مو قلنا اكو خيوط فطرية برايمري مايسيليوم وسكندري وتيرشيري، تحصل بالسكندري مايسيليوم. راح تكون هنا حواجز مثل ما تشوفون، حواجز، هذه حواجز عرضية ما بين خليتين. فالاتصالات الكلابية عبارة عن نمو خارجي، هذا هو الاتصال الكلاب مثل ما تشوفون، نمو خارجي من الجدار يشبه الجيب هنا، ويكون يتكون عندما تتهيأ الخلية الانقسام من منتصف المسافة بين النواتين التي تشرعان بالانقسام في آن واحد. يعني هنا يتكون
وبالخليتين اللي ينقسمون هنا يتفرعوا يتايون الانقسام في آن واحد. ينتظم انقسام أحد النواتين بصورة مائلة، أحد نواتي راح ينتظم بصورة مائلة بحيث تصبح أحد النواتين داخل الكلاب والأخرى خارج الكلاب. لاحظوا هنا من الورم تكون راح يبدأ هنا، فراح تكون واحدة من النواتين داخل الكلاب وهنا واحدة خارج الكلاب. ضمن الخلية الأصلية النواة الثانية راح تنقسم بطول المحور الطولي للخلية المنقسمة. هنا الخلية الثانية تلاحظها تنقسم بطول محور الخلية ويزداد الانحناء، طبعا تشوفون هنا يبدأ يزداد الانحناء أثناء الانقسام وينفصل عن الخلية الأم. راح هنا يتكون الانفصال عن الخلية الأم ويسموها بالخلية الكلابية كلامسل، يزداد بالنمو يشبه الكلاب وتلتحم نهاية الجدار، بذلك جسر يعرف بالاتصال الكلابي. هذا هو الاتصال الكلابي، ويكون بصورة عمودية ويقسم الخلية إلى خليتين. يعني هنا شوف لاحظوا هاي صار هنا انقسام الخلية الوحدة إلى خليتين، تحوي أحدهما على نواتين، بينما تحوي الأخرى على تكون نواة واحدة بعدين تحتوي، فيصبح الخلية في ثنائية تلوية بعدين تنمو إليها النواة الموجودة في الاتصال الخلابي. طبعا هذا الشرح مهم جدا والرسم هذا مهم جدا، خاف يجيكم بالامتحان. التكاثر التكاثر اللاجنسي قلنا عن طريق الأويديات قلنا أو الكونيديا ومو شائعة، أو عن طريق الأبواب اليوريدوسبور أو الإيشيوسبور فطرية الصدى، أو تكوين الأويديات حادية أو ثنائية أو بالتبرعم أو التجزئة. هاي التكاثر اللاجنسي. التكاثر الجنسي هذا مهم جدا. طبعا يقول لك شنو أنواع التكاثر الجنسي الفطرية البازيدية وتكلم عنها، هو السوماتو بين الاقتران الجسدي والاقتران البذيلي. هذا طبعا شرحه مهم جدا بالامتحان وتعداده. قلنا الفطريات البازيدية ما بي انثريديا واسكلغونيا كما بالفطريات الكيسية. الغزل الفطري يكون متشابه بعضه ما يختلف إلا بالسلوك، فيحصل تكاثر جنسي إذا السلسلتين مختلفتين يرمز لأحدهما إشارة موجبة وإشارة سالبة. سوموتوغامي مثل ما تشوفون هاي الرسم هنا، هاي سوموتوغامي، هذه خلية برايمري مايسيليوم وهذه برايمري مايسيليوم، خيطين فطريين من الغزل الفطري الابتدائي والتابع لسلالتين مختلفتين جنسيا، قلنا واحدة موجبة واحدة سالبة، يتصلون ينحل الجدار الفاصل فيما بينهم. تلاحظ هنا يصير الاتصال، فمن يتصلون هنا بمنطقة التماس راح تمر نواة من الخلية الجسدية من الذكرية إلى الأنثوية، وراح شنو يصير اتحاد، تكون نواتين حادية المجموعة الكروموسومية واحدة ذكرية واحدة أنثوية، وهذا يكون السكندري مايسيليوم. هذه الطريقة الأولى يسموها سوماتوغامي، ممكن يجيك تعريفها أو قلنا تعدادها. الاقتران البذيلي سبيرماتيزيشن وأشعة الفطرية الصدى، هاي تتكون ضمن تراكيب خاصة أعداد كبيرة وحدات يسموها سبيرماشيا، تحمل خيوط الاستقبال اكو ريسبتيف هايفر. السلالة الثانية راح نشوفها بالرسم، بنتكلم عن فطريات الصدى تكون واضحة بالرسم جدا، نوضع لكم اياها بصورة افضل، وتلتصق وبعدين تنتقل الانوية من السلالة الاولى الى الثانية فيصبح ثنائية الانوية. هذه هي اثر الجنس. طبعا انواع هنا تكوين بازيدات وانواع هاي مهمة جدا. البازيدات شنو هي؟ عبارة عن تراكيب مبسط مقسم أو غير مقسم مراوي الشكل، ينشأ من الغزل الفطري الثانوي، وتعرف هذه الخلايا بالبروبازيديوم، تتكون بأعداد كبيرة في وقت واحد، والبازيدات في فترة التفحم هذه والأصداء تسمى تيليوسبور. والبازيدة الأولية عند أول تكوين لها تكون متطاولة ثنائية مفصولة، والغزل المكون لها بحاجز مستعرض ويشاهد عند قاعدتها اتصال كلابي، وتزداد البذيرة بالحجم ويصبح أكثر عرضا، وتتحد نواتها مكونة نواة واحدة ثنائية سرعان ما تعد انقسام اختزالي، تكون أربع أنوية.
وبعدين يطلق المرحلة بالبازيدة التالية الميتابازيدة، بعد تكون أربع بروزات، وبالقمة كل واحدة راح تكون عليه بوغ بازيدي، تكون إذن أربع بوغ بازيدة على أربع بنيبات محمولة على البازيدة. المهم عندنا هنا أنواع البازيديات، فممكن يقول لك شنو البازيدية، عرفها وشنو أنواعها. البازيديا قلنا عبارة عن ترهيب بسيط مقسم وغير مقسم مراوش تنشأ من خلايا طرفية لغزل فطري ثانوي. تعرف هذه الخلايا البازيديات الأولية، وهذه تكون بالفطريات البازيدية، والنوع هو البازيديات غير المقسمة الكلية الهولو بازيديوم أو البازيديات المقسمة الفراغمو بازيديوم. من اسمها إذا يعني من اسمها الأولى شو تكون غير مقسمة بازيديا، الثانية شو تكون فراغمو بازيديا، تكون مقسمة بحواجز لعدد من الخلايا أربعة، كل منها امتداد ينتهي بالذنيب والحواجز. إذا شنو هسه إذا نجي ممكن يجيك عددها وفرق بين البازيديا غير المقسمة والبازيديا المقسمة. البازيديا غير المقسمة الهولو بازيديا، وتكون هذه فيها البازيديا التالية غير مقسمة هراوية واسطوانية حوي على أربع ذنيبات. بازيديا المقسمة تكون بازيديا التالية مقسمة بحواجز غير مقسمة هي مقسمة لعدد من الخلايا هم أربعة وكل منها امتداد للذنيبات. هنا الحواجز تكون متعامدة مع بعضها، هاي الصفة ما موجودة، ويشار إلى جسم البازيديا التالية بازيديا الهايبو بازيديوم، أما امتدادها فيعرف بالإبي بازيديوم. إذن هذه مهمة تعريف البازيديا راح نتكلم عنها. الجسم الثمري هذا عندكم الرسم مهم جدا، رسم الجسم الثمري لهذا الرسم موجود هذا بشوفه. بعض الفطريات البازيدية تفتقر الأجسام الثمرية مثل فطريات الصدر والتفحم راح ندرسها بعدين، ولكن الغالبية يكون أجسام ثمرية بأشكال وألوان مختلفة، وقد تكون رقيقة القشور أو جيلاتينية أو جلدية أو فلينية أو خشنة، هاخذها بتفصيل بعدين. البعض منها مجهري يصل قطرة إلى واحد متر صغير، وقسم منها يصل إلى واحد متر كبير. تتكون الأجسام الثمرية من الغزل الفطري الثالثي ثنائي الأنوي، يعني التيرشري مايسيديوم قلنا مو ثلاث أنواع من الغزل الفطري برايمري مايسيديوم سكندري وتيرشري. التيرشري هو يكون الجسم الثمري ضمن طبقة تعرف بالطبقة الخصيبة هاي مينيوم مثل ما تشوفوها، هذه اللي هو هذه الطبقة كلها يسموها طبقة الهايمينيوم، وهاي جوا صب هايمينيوم، فتحتوي على تراكيب عقيمة يصعب تمييزها عن البازيدات، إضافة إلى ذلك يحتوي البعض الآخر من ضمنها ضمن الطبقات الخصيبة بينها البازيدات على تراكيب أخرى عقيمة أكبر من البازيدات تعرف بالحويصلات كريستيدا. هذه هي شوفوا تركيب الكريستيدا، وهذه البازيدوسبور الأبواب البازيدية، فهذه وهذا الرسم طبعا عندنا مهدا الأهمية الاقتصادية للفطريات البازيدية، العديد من الفطريات البازيدية أهمية اقتصادية، فالبعض منها من أكثر مسببات الأمراض، يسبب فطريات الصدى والتفحم الراست والإسمات، كما أن بعضها مسؤول عن التعفن الذي يصيب الأخشاب، قسم منها سام يسبب الوفاة مثل الفطر أمانيتا، بعض العراهين تؤكل، وكما يشكل العديد منها مع الجذور بعض الأشجار كالصنوبريات تراكيب تعرف المايكورايزا تساعد في تغذية النبات. الأوردر يوريد أناليس هذه الصفة العامة للأصداء يسموها الرست فنجي. أول شيء جميعها إجبارية التطفل، فهي لا تنمو إلا على عوائل وتسبب أمراض من فطريات الصدى، ويكون شديد التخصص العالي. الغزل الفطري مقسم ومتفرع، تكون خلايا أحادية نواة في مراحل النمو المبكرة، ثم تصبح ثنائية الأنوية خلال مراحل المتأخرة من نمو. الغزل الفطري لهذه الفطريات ينمو في المسافات البينية لخلايا العائل، ونادرا ما يحصل نمو داخل الخلايا. تعد هذه المجموعة من الفطريات
تعد هذه المجموعة من الفطريات البازيدية واطئة بسبب افتقارها الأجسام الثمرية البازيدية كما في الفطريات البازيدية الراقية. دورة حياة فطريات الأصداء معقدة ذات أطوار متعددة بوليمورفيزم، تكون بأشكال مختلفة حيث تظهر 5 أطوار مختلفة، ولكن قد يختفي طور أو أكثر حسب نوع الفطر. لكن فطريات الأصداء تكون الطور التالي: أصول ظاهرة الهيتروشيس، أي أن الأبواغ المختلفة للفطر واحد قد تتكون على عائلتين مختلفتين. وجود حالة تخصص فطرية الأصداء، فطر معين يصيب صنف معين من النبات ويسمى أحادي المسكن أوتوشيس.